السلام عليكم، أنا دكتور أسامة أمحاوي، أستاذ مسالك بولية في طب الزقازيق وماستر كلينيكال إديوكيشن من إدنبرا UK. الموديول بتاع الأسسمنت ده من الموديولز المهمة. طبعا موضوع الأسسمنت ده من الموضوعات المهمة، وزي ما بيقولوا teaching without testing equals cooking without tasting. فلازم الاسسمنت، ما فيش مفر من ان احنا نعمل اسسمنت لاي كانديديت. في يعني ايه اسسمنت، ويعني ايه اكزامينيشن اور تيستينج، ويعني ايه ايفالويشن، ايه الفروق بين الحاجات دي كلها نعرفها في الدبلومه الميديكال ايدوكيشن. بعد ما عرفت الفروق بين الحاجات دي، عاوز اعرف احط ازاي امتحان صح. وفي امتحان صح وامتحان مش صح، طبعا في كرايتيريا اوف ا جود اكزامينيشن لازم اعرف، واتكلم على الفاليديتي والريلايبيليتي. بعد ما عرفت احط الامتحان، عندي انواع كتيره من الامتحانات، في ريتن اكزام وفي اورال اكزام وفي كومبتنسي بيزد اكزام، في حاجات كتيره قوي من الانواع. كل حاجه من الاكزامينيشنز ديت بتقيس كومبتنسي معين، اعرف كل حاجه من دول بتقيس ايه بالظبط علشان استخدمها لما اكون عاوزها. حطيت الامتحان لازم اعرف مين اللي هينجح ومين اللي ما ينفعش، ما يستاهلش ينجح في الامتحان ده. البري ديتيرمنت باس مارك اللي كلنا ماشيين عليها 50% ينجح او 60% من قبل ما احط الامتحان، دي كلها حاجات مش مظبوطه. انا بعد ما بحط الامتحان، جروب اوف جادجز بتقعد وتعمل حاجه اسمها ستاندرد سيتنج، تحط ستاندرد، تحط باس مارك معين اللي فوقيه ينجح واللي ما يوصلش للباس مارك ده ما ينجحش. في ديفرنت ميثودز من الستاندرد سيتنج لازم اكون عارفها واعملها بعد ما احط الامتحان. بعد ما تصحح الامتحان بعمل حاجه اسمها ايتم اناليسيس. كل سؤال في امتحان زي الام سي كيو، اخد السؤال ده اشوفه اشتغل ازاي في الامتحان. السؤال ده ايه الديفيكولتي اندكس بتاعه، كم من في الميه من الطلبه جاوبوا السؤال ده، وايه نوعية الطلبة اللي جاوبوه؟ هل كلهم طلبة شاطرين، ولا الطلبة اللي مش شاطرين هم اللي جاوبوه والطلبة الشاطرين ما عرفوش يجاوبوه؟ الايتم اناليسيس ده من الحاجات المهمة اللي اعرف بيها كمان الديسكريميشن اندكس بتاع السؤال ده. السؤال ده ميز لي بين الطالب الشاطر والطالب الاقل شطارة ولا لا. وبعد كده بنتقل على حاجة اسمها الورك بليس بيزد اسسمنت، ازاي اقيم المعيد والمدرس المساعد اللي عندي. وبعرف طرق مختلفه عن الطرق التقييم للاندر جراديويت، زي الدوبس وزي الميني سي اي اكس وزي البورتفوليو وزي ال 36 ديجري فيدباك، طرق كتيره اقيم بيها المدرس والجينيور ستاف، المدرس المساعد والمعيد. وفي الاخر نعرف، لازم ناخد فكره على الكومبتنسي بيزد اسسمنت، الكلام الجديد بقى، واعرف شويه تيرمز جديده كده، ايه هي المايل ستونز، وايه هي الايباس انترستد بروفيشنال اكتيفيتيز، وايه هي الستارز. لو عايز تعرف كل الكلام ده، شرفنا في معهد معتمد في الدبلومه المهنيه للميديكال ايدوكيشن.